بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 113 من سلسلة دروس تفسير القرآن الكريم بالكتاب المسمى ببحر العلوم للإمام الفقيه نصر بن محمد بن أحمد أبي الليث السمرقندي الحنفي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله تعالى في سورة الحشر: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قوله عز وجل: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، يعني لولا أن قضى الله عليهم، على بني النضير، لولا أن قضى الله عليهم، على بني النضير، الإخراج من جزيرة العرب إلى الشام لعذبهم في الدنيا، يعني لعذبهم بالقتل والسبي بأن يقعوا أسرى لدى المسلمين، هذا العذاب في الدنيا. ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم، يعني ذلك الذي أصابهم من الجلاء في الدنيا والعذاب في الآخرة، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني خالفوا الله ورسوله في الدين. شاقوا الله ورسوله، يعني خالفوا الله ورسوله في الدين، ويقال عادوا الله ورسوله. ومن يشاق الله، ومن يشاق الله، وأصله من يشاقق، أصله من يشاقق، وشاق ويشاق ويشاقق مشتقة من الشق، مشتقة من الشق، لأن كل واحد من المتعادين هو في شق خلاف شق صاحبه، وكذلك المعاداة، كذلك المعاداة، لأن كل واحد من المتعادين هذا في عدوة، يعني في جانب أو في جانب، وكذلك الخصم الآخر، الطرف الآخر. ومن يشاق الله، وأصله من يشاقق، إلا أن إحدى القافين أدغمت في الأخرى وشددت، وجاء معنا في سورة أخرى ومن يشاقق الله في سورة الأنفال أظن، ومن يشاق الله يعني من يخالف الله ورسوله في الدين، فإن الله شديد العقاب، يعني إذا عاقب فعقوبته شديدة. قوله عز وجل: ما قطعتم من لينة، يعني من نخلة، وقالوا اللينة، سيأتي هذا، اللينة هي النخلة الكريمة، كأنهم اشتقوا اللينة، هذه من اللين. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فلم تقطعوها فبإذن الله. القطع والإبقاء كل هذا بإذن من الله سبحانه وتعالى، يعني بأمر الله،
وقال عكرمة لما دخل المسلمون على بني النضير أخذوا يقطعون النخيل فنهاهم بعضهم، يعني بعض المسلمين نهى بعض، وتأولوا قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، فجعلوا قطع النخيل من الإفساد في الأرض، فنهى بعضهم بعضا عن ذلك، وقال بعضهم نقطع هذه الأشجار والنخيل، وتأولوا قوله تعالى ولا ينالون من عدو نيلا، يعني هم علموا بأن قطع الأشجار يغيظ بني النضير فأرادوا إغاظتهم لذلك قطعوها. فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة من نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقال الزهري في قوله ما قطعتم من لينة، قال اللينة ألوان النخل كلها، كل أنواع النخل تسمى كل واحدة منها لينة إلا العجوة، إلا النخل الذي ثمره العجوة. وقال الضحاك اللينة النخلة الكريمة والشجرة الطيبة المثمرة. وقال مجاهد اللينة النخلة المثمرة. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال نهى بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل، وقالوا إنما هي مغانم المسلمين، هذه النخل غنائم المسلمين فكيف تقطعها؟ فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعها وبتحليل من قطعها، يعني كلا الفاعلين كان مصيبا، من قطع كان مصيبا ومن ترك كان مصيبا، وإنما قطعها وتركها بإذن الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخل فشق ذلك على بني النضير مشقة شديدة، فقالوا للمؤمنين تزعمون أنكم تكرهون الفساد وأنتم تفسدون في الأرض، فدعوها قائمة فإنما هي لمن غلب. فنزل ما قطعتم من لينة، واللينة هي النخلة كلها ما خلا العجوة، أو تركتموها قائمة على أصولها وهي العجوة فبإذن الله، يعني الترك والقطع بإذن الله. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عبد الله بن سلام وأبا ليلى المازني بقطع النخل، فكان أبو ليلى يقطع العجوة وكان عبد الله بن سلام يقطع اللون يعني اللينة، فقيل لأبي ليلى لما تقطع العجوة؟ قال لأن فيه كبت العدو. وقيل لابن سلام لما تقطع اللون؟ قال لأني أريد أن تبقى العجوة للمسلمين. فأنزل الله تعالى رضا بما فعل الفريقان، فقال الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ثم قال الله عز وجل وليخزي الفاسقين، يعني وليذل العاصين الناقضين العهد. ثم قال الله عز وجل وما أفاء الله على رسوله، يعني ما أعطى الله رسوله من بني النضير، وذلك أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم أموالهم بين جميع المسلمين كما قسم أموال بدر، فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقسم بين فقراء المهاجرين. ومر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام غنائم بني النضير إنما قسمها على فقراء المهاجرين إلا بعض اليتامى والأسر الفقيرة من الأنصار. فنزل وما أفاء الله على رسوله منهم، طبعا هذا مما يعني سيأتي معنا مما جعل بعض الأنصار يتكلم
فيما بينهم، كيف أعطى الغنائم كلها للمهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا؟ بدأوا يتحدثون فنزل القرآن بتفصيل بعد ذلك الأمر. فنزل وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني ما أعطى الله رسوله من أموال بني النضير. هذا الكلام كما قلنا بعد ما حصل الحديث الآن بين الأنصار، إنه لما أعطى المهاجرين وترك الأنصار، ترك أهل المدينة. قال فما أوجفتم، يعني هذا المال الذي جاء من بني النضير ليس نتيجة قتال ولا معركة. قال فما أوجفتم، يعني ما أجريتم عليه من خيل ولا ركاب. في بدر خرجتم بالخيول وقاتلتم إلى آخره، أما الآن لم تخرجوا لا بخيول ولا بنوق ولا بإبل، وإنما الأمر كان عبارة عن محاصرة فقط، وإنما كان الذهاب مشيا على الأقدام، يعني ما حصل معكم قتال. قال فما أوجفتم، يعني ما أجريتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني لا على خيل ولا على إبل أتيتم، بل إنكم مشيتم مشيا حتى فتحتموها، فتحتم بني النضير. ويقال أوجف الفرس والبعير إذا أسرعا، يعني لم يكن هذا المال، هذه الغنائم عن غزوة أوجفتم خيلا ولا ركابا، ولكن الله يسلط رسوله، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، على من يشاء، يعني من بني النضير، والله على كل شيء قدير، من النصرة والغنيمة. يعني هذا الذي حصل في غزوة بني النضير إنما هو تسليط من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يعني لا دخل فيه لأحد، إنما هو من الله سبحانه وتعالى. قال ثم بين لمن يعطي تلك الغنائم، فقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني من بني النضير وفدك، ويقال بني قريظة، يعني يقال المراد بهذه القرى. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ما هي القرى؟ قال بني النضير وفدك، وقيل بني النضير وبني قريظة والنضير وخيبر. قال فلله وللرسول، يعني لله أن يأمركم فيه بما أحب. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كانت بنو النضير للنبي خالصا، يعني هذه الغنائم كلها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة، لم يفتحوها عنوة ولكن افتتحوها على صلح فقسمها بين المهاجرين. ثم قال ولذي القربى، يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني غنائم بني النضير هي لمن؟ لله ولرسوله ولذي القربى ولأقارب النبي عليه الصلاة والسلام واليتامى والمساكين وابن السبيل. وروى مالك بن أنس عن عمر قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا، يعني اصطفاها لنفسه، أخذها لنفسه، بني النضير وخيبر وفدك. فأما بني النضير فكانت حبسا لنوائبه، يعني حبسها كل ما اعتراه شيء يأخذ منها ما يقضي به حوائجه، هي كانت لمصالح النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فدك فكانت لابن السبيل، وأما خيبر فجزأها ثلاثة أجزاء، فقسم جزئين بين المسلمين، وحبس جزءا للنفقة، أو فقسم جزئين، فقسم جزئين بين المسلمين وحبس جزءا للنفقة، فما فضل عن أهله رده إلى فقراء المسلمين. ثم قال كي لا يكون المال دولة، يعني لماذا كانت هذه القسمة على هذا النحو؟
ولم يعطي الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شيئا من مال بني النضير. ليه؟ قال كي لا يكون المال دولة. قرأ أبو جعفر المدني دولة بالضم وجعله اسم يكون، وقراءة العامة بالنصب يعني لكي لا يكون دولة. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي دولة بنصب الدال والباقون بالضم دولة، فمن قرأ والباقون بالضم دولة، فمن قرأ بالضم دولة بضم الدال فهو اسم المال الذي يتداول، يعني ينتقل من يد إلى يد يتداوله الناس. يعني الباري عز وجل بيّن بأن هذا المال جعله في أيدي المهاجرين والفقراء والمساكين والأيتام كي لا يبقى المال موجودا في أيدي الأغنياء، بل لابد أن يكون متداولا منتقلا بين الأيدي. قال كي لا يكون دولة، قال فهو اسم المال الذي يتداول، فيكون مرة لهذا ومرة لهذا. وأما النصب فهو يعني دولة نصب الدال، وأما النصب أي نصب الدال فهو النقل والانتقال من حال إلى حال. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني لكي لا يغلب الأغنياء على الفقراء ليقسموه بينهم. ثم قال وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني ما أعطاكم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة فخذوه، ويقال وما أمركم الرسول فاعملوا به، وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني فامتنعوا عنه، واتقوا الله إن الله شديد العقاب لمن عصاه. ثم ذكر أن الفيء للمهاجرين، يعني الغنائم إنما هي للمهاجرين، فقال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يعني تركوا أموالهم وديارهم في بلادهم وهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال هذا ابتداء، يعني للفقراء المهاجرين ليست تتمة للآيات السابقة وليست تتمة للحديث السابق، وإنما هو ابتداء كلام. الظاهر والأكثر أن هذا تتمة للكلام السابق، بيان لمن تقسم له غنائم بني النضير. بعضهم قال لا، هذا استئناف، هذا ابتداء كلام جديد ليس تتمة للكلام السابق. قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، قال يقال هذا ابتداء ومعناه، والخطاب الآن للأنصار، ومعناه عليكم بالفقراء المهاجرين، علي الخطاب للأنصار، يا معشر الأنصار اعرفوا حق من هاجر من بلده خوفا على دينه وخوفا أن يفتن في دينه طالبا مرضات الله عز وجل، اعرفوا حقه واعرفوا قدره وأنزلوه منزلته. هذا معنى الكلام، ومعناه عليكم بالفقراء المهاجرين يعني اعرفوا حقهم وصلوهم، أعطوهم ما يغنيهم عن السؤال. الذين أخرجوا من ديارهم، يعني هم ما كانوا ليخرجوا من ديارهم أبدا، وإنما أجبروا على الخروج فخرجوا خوفا على دينهم وخوفا أن يفتنوا. قال الذين أخرجوا من ديارهم، يعني أخرجهم أهل مكة من ديارهم وأموالهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني يطلبون رزقا في الجنة ورضوان الله تعالى، وينصرون الله ورسوله بالسيف،
يعني يطيعون الله فيما أمرهم بطاعته، أولئك هم الصادقون، يعني الصادقين في إيمانهم. فطابت أنفس الأنصار في ذلك. لاحظوا أحبابنا، إذن لما أمر الله عز وجل وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتوزيع المال في المهاجرين، حصل في نفوس الأنصار شيء. فلما نزل هذا الكلام قال طابت أنفس الأنصار في ذلك، فقالوا هذا كله لهم، هذه الغنائم كلها لبني للمهاجرين، وأموالنا أيضا لهم. ليه؟ لأن الله ماذا قال؟ قال للفقراء المهاجرين كما قلنا. قل هذا مع ابتداء كلام، يعني خطاب من الله عز وجل للأنصار، اعرفوا قدر أولئك ومكانتهم. يعني ليس من ترك بلده ومسكنه وأمواله إلى آخره طلبا لمرضاة الله عز وجل، هذا ليس كمن هو آمن في بلده يفعل ما يشاء. فينبغي أن يعطى هذا، يعني يعرف حقه وأن يعرف قدره وأن يعان. قال فأثنى الله تعالى على الأنصار فقال عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. وفي هذا أحبابنا تعليم، وفي هذا تعليم للمسلمين جميعا على مر الدهور والعصور. إذا ما أخرج المسلمون أو بعض المسلمين أو طائفة من المسلمين، من العلماء، من الدعاة، من غير العلماء، من عامة المسلمين، إذا ما أخرجوا من ديارهم، أكرهوا على الخروج من ديارهم، وكان سبب الخروج الخوف على النفس، الخوف على الدين، الفرار من ظالم، الفرار من طاغية، ينبغي أن يكون المسلمون الذين هاجر إليهم أولئك الفاردين بدينهم بدمائهم هاربين من ذلك الظالم، ينبغي أن يكون المسلمون لهم عونا، وأن يمدوا لهم يد العون، وأن يشعر أولئك المهاجرون بالسكينة والطمأنينة والأمن والأمان، لا أن يتوجهون إليهم بالعداوة والخصومة وغير ذلك، هذا لا يصح ولا ينبغي أن يكون أبدا. وتلك الأيام ندابلها بين الناس، من كان في أمن اليوم فجاء إليه خائف إن لم يؤمنه ويعامله معاملة الأخ لأخيه، معاملة المسلم للمسلم، هذه الأيام دول. اليوم أنت آمن، غدا تكون خائفا. فكما عاملت إخوانك الذين أقبلوا عليك خائفين، كيف أنت عاملتهم؟ ستعامل في قادم الأيام. لا تظنن أن الرخاء وأن السعادة وأن الراحة تدوم لك مهما حييت. قال فأثنى الله تعالى على الأنصار فقال عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني استوطنوا الدار، يعني دار المدينة، من قبل هجرتهم، يعني نزلوا دار الهجرة في المدينة، والإيمان يعني تبوأوا الإيمان، أي كانوا مؤمنين من قبل أن يهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني هم الأنصار. قال الله تعالى، لاحظ كيف وصف الله الأنصار، يحبون من هاجر إليهم. الأنصار يحبون المهاجرين، يعني كذلك هذا فيه خطاب المهاجرين. لا تظنوا أيها المهاجرون بأن الأنصار يحسدونكم أو أن الأنصار يبغضونكم، لا، اعلموا بأن الأنصار يحبونكم. قال يحبون من هاجر إليهم، يعني يحبون من يقدم إليهم من المؤمنين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني هم لا يحسدونكم أيها المهاجرون على تلك الغنائم التي أخذتموها من بني النضير، ولا يجدون في صدورهم حاجة
مما أوتوا، يعني لا يكون في قلوبهم حسدا مما أعطوا، يعني المهاجرين، تلك قسمة الله عز وجل. والمؤمن يرضى بما قسمه الله له، ولا ينظر ولا يطلب ما في أيدي الناس. ويقال حاجة يعني حزازة، وهو الحزن. ويقال ولا يجدون في صدورهم بخلا وكراهة بما أعطوا، ويؤثرون على أنفسهم، بل يضاف على ذلك بأن الأنصار يؤثرون على أنفسهم، يعطون إخوانهم المهاجرين ما يحتاجون إليهم من مال، وإن كانوا هم يعني الأنصار بحاجة لهذا المال، يقولون لعل أخي المهاجر أحوج إلى هذا المال مني، فيعطيه من ماله. ولكن لا يكون هذا المهاجر أيضا طماعا، إن كان محتاجا أخذ، وإلا قال لا بارك الله لك في مالك. ويؤثرون على أنفسهم في القسمة من الغنيمة، يعني تركوها للمهاجرين ولو كان بهم خصاصة يعني حاجة. وروى وكيع عن فضيل بن عمران عن رجل عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار نزل به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه فقط، فقال لامرأته نومي الصبية وأطفئي السراج وقربي إلى الضيف ما عندك. ليه؟ يريد أن يوهم الضيف بأنه هو وزوجته، وكان هذا طبعا قبل نزول الحجاب، يريد أن يوهم الضيف بأنه هو وزوجته يأكلان معه، ولكن في الحقيقة هم لا يأكلان، يريدان أن يأكل الضيف حتى يشبع، فإن بقي شيء أكل هو وزوجته وأولاده. وقربي إلى الضيف ما عندك، فنزل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويقال إن رجلا من الأنصار أهدي له برأس مشوي فقال لعل جاري أحوج مني، فبعث إليه، ثم إن جاره بعثه إلى جار آخر، فطاف هذا الرأس المشوي سبعة أبيات ثم عاد إلى الأول، فنزل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لاحظوا أحبابنا، هذه أخلاق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأخلاق هي التي يحتاجها الخاصة قبل العامة. إذا تخلق بهذه الأخلاق الخاصة من الناس تخلق بها العامة من الناس. لأنه أحبابنا ينبغي أن نعلم، وهذا أمر يقيني عند بالنسبة لي، يقيني وقطعي، العامة مرآة الخاصة، العامة من الناس هم مرآة الخاصة وثمرة أعمال الخاصة. وأقصد بالخاصة العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، العلماء والدعاة. العامة هم مرآة الخاصة وثمرة أعمال الخاصة. فالعامة متى يكون صالحين، متى يكون صادقين، متى إذا كانت الخاصة على هذا النحو، ولم تقصر الخاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. وعندي دليل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الكلام، على هذا الموضوع. لاحظ أخي، لاحظ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما وقعت بنو إسرائيل في المعصية، قال فنهاهم علماؤهم فلم ينتهوا. ما هو الواجب كان على العلماء؟ الواجب عليهم أن يقاطعوهم وأن يهجروهم،
ولكن ماذا فعلوا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال فجالسوهم في مجالسهم، لاحظ الخطأ الكبير الجريمة الكبيرة، وواكلوهم وشاربوهم. ما هي النتيجة؟ ما هي نتيجة مجالستهم؟ نتيجة مواكلتهم؟ نتيجة مشاربتهم؟ ما هي النتيجة؟ قال فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، للجميع، للخاصة العلماء والعامة، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى، ولعنهم على لسان داود وعيسى وموسى، لعنهم الله عز وجل بعد ذلك. فلاحظوا أحبابنا، إذن احفظ هذا واعلمه يقينا، بأن العامة مرآة الخاصة ونتيجة أعمالهم وثمرة أعمالهم. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا. إذن هذا الذي ساقنا لهذا الكلام، هذه هي أخلاق الصحابة التي نحن نحتاج إليها. قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه، يعني ومن يمنع بخل نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني الناجين. وروى يا أخي أنا والله أنصح نفسي وأنصحكم، إذا علمت أن أخاك إذا جاءك من يطلب الدنيا، والله أنصح نفسي وإياكم، إذا جاء من يطلب الدنيا التي في يدك وأنت متأكد أو غلب على ظنك أنه صادق، والله نصيحة لله تعالى أنفق له هذه الدنيا، أعطه هذه الدنيا. لا تقول أنا ما علي زكاة مال، أنا لا يجب على، أو أخرجت زكاة مالي. هذه الدنيا الآن أنت لست بحاجة إليها، أنت الآن معك فلوس لا تحتاج إليها الآن، جاء من هو يحتاج إليها، ادفعها إليه، ادفعها إليه، واعلم بأن الصدقة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة تدفع ميتة السوء، فينبغي أن نعمل بذلك. قال فأولئك هم المفلحون، يعني الناجين. وروى وكيع بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بريء من الشح من أدى الزكاة وأقرى الضيف وأعطى في النائبة. لما تعلم بأن أخاك بحاجة لمساعدة، أخاك المسلم، هذا ما قلته قبل قليل، جاءك من هو بحاجة لمئة جنيه لألف جنيه، وأنت معك فلوس، معك مئة ألف، معك عشرة، معك خمسة، لست بحاجة إليها، ادفعها له، أعطه. ليه؟ النبي المعصوم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه؟ ألم يقل حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؟ وتقدير الكلام ما كان من كان في قضاء حاجة أخيه، من ساهم في قضاء حاجة أخيه قضى الله حاجته. ألا تريد أن يكون الله عونا لك؟ ألا تريد أن تقضى حوائجك؟ بلى. انظر وأعطى في النائبة. وقد أثنى الله تعالى على المهاجرين وعلى الأنصار، ثم أثنى على الذين من بعدهم، من بعد المهاجرين والأنصار، ثم أثنى على الذين من بعدهم على طريقتهم، فقال والذين جاءوا من بعدهم، يعني التابعين، وأنت وأنا أيضا تابعي التابعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويقال يعني الذين هاجروا من بعد الأولين، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا نقوله نحن في ندعوه، يعني أظهروا الإيمان، سبقونا بالإيمان، أظهروا الإيمان قبلنا، يعني المهاجرين والأنصار. ولا تجعل في قلوبنا غلا، يعني غشا وحسدا وعداوة للذين آمنوا، لاحظ ولا تجعل في قلوبنا غلا، هل في قلبك غل لأحد من المسلمين؟ هل في قلبك حسد
هل في قلبك عداوة لأحد من المسلمين؟ العداوة المسموحة بها هي أن تكون لله، نحن نعادي في الله ونحب في الله فقط. من أطاع الله أحببناه، ومن عصى الله وأدبر عن الله كرهناه وكرهنا المعصية التي تصدر منه، فإذا انخلع عنها أحببناه وصار أخا عزيزا علينا. قال ولا تجعل في قلوبنا غلا، يعني غشا وحسدا وعداوة للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، يعني رحيما بعبادك المؤمنين. وفي الآية دليل أن من ترحم على الصحابة واستغفر لهم ولم يكن في قلبه غل لهم، خلافا لأولئك الرافضة عليهم لعائن الله إنما كانوا، فله حظ في المسلمين وله أجر مثل أجر الصحابة. ومن شتمهم أو لم يترحم عليهم أو كان في قلبه غل لهم ليس له حظ في المسلمين، لأنه ذكر للمهاجرين فيه حظ، ثم ذكر الأنصار، ثم ذكر الذين جاءوا من بعدهم، وقد وصفهم الله بصفة الأولين ثم دعا لهم. وفي الآية دليل أن الواجب على المؤمنين أن يستغفروا لإخوانهم الماضين، وفيه وينبغي للمؤمنين أن يستغفروا لآبائهم ولمعلميهم الذين علموهم أمور الدين. من أعظم أنواع الوفاء أن تستغفر دائما لأبيك وأمك، وأن تستغفر لمن علمك، أن تستغفر لمن علمك. الإمام أحمد بن حنبل، وهذا الكلام مروي عن كثيرين من العلماء، الإمام أحمد بن حنبل كان يقول ما دعوت لنفسي قط إلا ودعوت للإمام الشافعي. وهذا شأن الكبار. ولما هارون الرشيد رضي الله عنه رحمه الله سأل القاضي أبا يوسف وكان قد أجلسه على مائدته وقدم له أطايب الطعام وأفخرها وأطعمه الفالوزج في آنية الفيروزج، فقال هارون الرشيد لأبي يوسف ماذا تشتهي يا أبا يوسف؟ قال أشتهي جلسة بين يدي أبي حنيفة. الله الله الله، انظر لهذا الوفاء العظيم. قال يا أبا يوسف أنت الآن بين يدي هارون الرشيد وهذه المائدة العامرة الفالوزج في آنية الفيروزج، وتشتهي جلسة بين يدي أبي حنيفة، ما هو الجواب؟ الجواب وهل أوصلني إلى ما وصلت إليه الآن إلا علم وفقه أبي حنيفة؟ هذا هو الإخلاص، هذا هو الوفاء. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم، آمين. ثم نزل في شأن المنافقين فقال ألم تر إلى الذين نافقوا، يعني منافقي المدينة، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني بني النضير، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، يعني ولا نطيع محمدا صلى الله عليه وسلم في خذلانكم، وإن قتلتم لننصرنكم، يعني لنعيننكم، والله يشهد إنهم لكاذبون في مقالتهم، وإنما قالوا ذلك بلسانهم في غير حقيقة في قلوبهم. فقال الله تعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، لئن أخرج اليهود لا يخرج المنافقون معهم، يعني لئن أخرج بني النضير لا يخرج المنافقون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، يعني لا يمنعونهم على ذلك، ولئن نصروهم ليولن الأدبار، يعني في أسعد أحوالهم وأعظمها لو أنهم قاتلوا معهم سيكونون أول الفارين الهاربين، يعني ولو أعانوهم لا يثبتون على ذلك ولن ينصروهم، لا
ليولون الأدبار يعني رجعوا منهزمين، ثم لا ينصرون يعني لا يمنعون من الهزيمة. ثم قال الله عز وجل: لأنتم أشد رهبة، يعني أنتم يا معشر المسلمين أشد رهبة في صدورهم من الله، يعني خوفهم منكم أشد من عذاب الله في الآخرة. لأنتم، لاحظوا أحبابنا صفة اليهود وصفة المنافقين، يخافون من الخلق أشد من خيفتهم لله عز وجل. والمؤمن لا يكون كذلك. المؤمن لا تأخذه في الله لومة لائم. لذلك جابر بن عبد الله أو عبادة بن الصامت يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع هذا الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه سلطان أو برهان. إيه؟ قال: وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. هذا الله قال: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، يعني لا يعقلون أمر الله تعالى. ثم أخبر عن ضعف اليهود في الحرب، فقال عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا، يعني لا يخرجون إلى الصحراء لقتالكم، إلا في قرى محصنة، يعني حصيلة، أو من وراء جدر، جمع جدار، يعني يقاتلونكم من وراء الجدار، فحذف الألف وهو جمع الجدار. قال ابن كثير وأبو عمرو: من وراء جدار بالألف، بالألف، والباقون جدر بحذف الألف وهو جماعة، فمن قرأ جدار فهو واحد يريد به الجمع. ثم قال: بأسهم بينهم شديد، يعني قتالهم فيما بينهم إذا اقتتلوا شديد، وأما مع المؤمنين فلا. الأصل هكذا، المؤمنون فيما بينهم رحماء، يحب بعضهم بعضا، يتراحمون فيما بينهم، يتعاطفون، وهكذا، هذا الأصل في المؤمنين. ثم قال: تحسبهم جميعا، يعني تظن أن المنافقين واليهود على أمر واحد، وكلمتهم واحدة، وقلوبهم شتى، يعني قلوب اليهود مختلفة ولم يكونوا على كلمة واحدة. ذلك بأنهم، يعني ذلك الاختلاف، بأنهم قوم لا يعقلون، يعني لا يعقلون أمر الله تعالى. ثم ضرب لهم مثلا فقال عز وجل: كمثل الذين من قبلهم، يعني مثل بني النضير مثل الذين من قبلهم، يعني أهل بدر، يعني كفار مكة قريبا، يعني كان قتال بدر قبل ذلك بقريب، وهو مقدار سنتين أو نحو ذلك. ذاقوا وبال أمرهم، كما ذاق كفار مكة وبال أمرهم، ذاق كذلك بنو النضير وبال أمرهم، يعني عقوبة ذنبهم، ولهم عذاب أليم، يعني عذابا شديدا في الآخرة. لذلك أحبابنا، كما تعلمون، السعيد من يتعظ بغيره، السعيد من يكون غيره عظة له، فيجتنب الأسباب التي أدت إلى النتيجة، إلى العاقبة الفاسدة، اجتنب الأسباب التي أوصلت فلانا إلى هذه المهالك. لماذا أنت تجري تمشي معه نفس الطريق، وراءه خلفه، وقد رأيت نهايته، لماذا تمشي نفس المسلك؟ ثم ضرب لهم مثلا آخر، وهو مثل المنافقين مع اليهود حين خذلوهم ولم يعينوهم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء. يعني برصيص الراهب، من هو هذا برصيص الراهب؟ قال: وروى عدي بن ثابت عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل راهب عبد الله تعالى زمانا من الدهر، حتى كان يؤتى بالمجانين فيعوذهم، يعني إيش؟ يقرأ عليهم تعويذات، نعم، فيعوذهم
ويداويهم فيبرؤون على يديه، وأنه أتي بامرأة قد جنت وكان لها إخوة فأتوا بها، فكانت عنده، تركوها عنده، فلم يزل به الشيطان يزين له حتى وقع عليها. لذلك سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إياكم والدخول على النساء، قال: إياكم والخلوة بالنساء، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم، لا يخلون أحدكم بامرأة ليس بينها وبينه محرم أو بدون محرم. أحاديث في الصحاح نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخلوة بالمرأة. لذلك أظن سفيان الثوري أو غيره قال: لا تخلون بامرأة ولو قلت إني أعلمها القرآن، لا تخلون بامرأة ولو قلت إني أعلمها القرآن. فالخلوة بالنساء بالمرأة ممنوع أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: إياك والخلوة بالنساء، والذي نفسي بيده، ما خلى رجل بامرأة إلا ودخل الشيطان بينهما. لاحظ، فهذا عابد. فلم يزل به الشيطان يزين له حتى وقع عليها. فالعاقل من يتعظ بغيره، فحملت، فلما استبان حملها لم يزل به الشيطان يخوفه ويزين له حتى قتلها ودفنها. ثم ذهب الشيطان إلى إخوتها في صورة رجل، حتى لقيه أحدا من إخوتها فأخبره بالذي فعل الراهب، وأنه دفنها في مكان كذا. فبلغ ذلك إلى ملكهم، فسار الملك مع الناس فأتوه فاستنزلوه، فأقر لهم بالذي فعله، فأمر به فصلب. لاحظوا أحبابنا، فلما رفع على الخشبة تمثل له الشيطان فقال: أنا الذي زينت لك هذا وألقيتك فيه، فهل لك أن تطيعني فيما أقول لك وأخلصك مما أنت فيه؟ قال: نعم. قال: أسجد لي سجدة واحدة. فسجد له فمات وهو كافر، فلذلك أحبابنا، لا يغتر الواحد منا بطاعات يقوم بها، بصيام، بزكوات، بنفقات، بعلم، ما يغتر. أنت لا تعرف الساعة يعني التي تختم فيها حياتك، على أي حال تكون أنت، كل واحد منا لا يعلم. لذلك كان دعاء الأنبياء والرسل: ربنا توفنا مسلمين والحقنا بعبادك الصالحين. هذا دعاء الأنبياء: ربنا توفنا مسلمين والحقنا بعبادك الصالحين. فذلك قوله: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، يعني اسجد، فلما كفر يعني سجد قال: إني بريء منك. لاحظ، إني أخاف الله رب العالمين. قال ذلك على وجه الاستهزاء. كذلك المنافقون خذلوا اليهود كما خذل الشيطان الراهبة، فكان عاقبتهما، يعني عاقبة الشيطان والراهب، أنهما في النار خالدين فيها، يعني مقيمين فيها. وكان ابن مسعود يقرأ خالدان فيها، وقراءة العامة خالدين فيها بالنصب، وإنما هو نصب على الحال. وذلك جزاء الظالمين، يعني الخلود في النار جزاء المنافقين والكافرين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، سمعنا وأطعنا. ما هي التقوى أحبابنا؟ امتثال فعل المأمورات وترك المنهيات، هذه أدنى مراتب التقوى، أن تفعل ما استطعت مما أمرت به، وأن تترك جميع ما نهيت عنه، أن تفعل ما استطعت مما أمرت به، وأن تترك بدون استثناء جميع ما نهيت عنه. هذه أول مرتبة من مراتب التقوى.
فمن كان هذا حاله فهذا الآن إن شاء الله يعني على المحجة البيضاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني اخشوا الله، ويقال أطيعوا الله. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ماذا قدمت أنت ليوم القيامة، ليوم العرض على الله عز وجل، يعني ما عملت لغد وأسلفت لغد أي ليوم القيامة، ومعناه تصدقوا واعملوا بالطاعة لتجدوا ثوابه يوم القيامة. ثم قال واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون من الخير والشر. ثم وعظ المؤمنين بألا يتركوا أمره ونهيه كاليهود، ويوحدوه في السر والعلانية، ولا يكونوا في المعصية كالمنافقين. فقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني تركوا أمر الله، أمر الله تعالى، فأنساهم أنفسهم، يعني خذلهم الله تعالى حتى تركوا حظ أنفسهم أن يقدموا خيرا لها، أولئك هم الفاسقون، يعني العاصي. ويقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أي تركوا ذكر الله وما أمرهم به، فأنساهم أنفسهم، يعني فترك ذكرهم بالرحمة والتوفيق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظوا أحبابنا هذا في الذكر، في الذكر يقول عليه الصلاة والسلام ما عمل آدمي عملا أنجى له، ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله حتى يضرب بسيفه، أو إلا أن يضرب بسيفه حتى ينكسر، إلا أن يضرب بسيفه، هذا الذي يضرب بسيفه ويقاتل الأعداء حتى ينكسر سيفه، هذا أعظم حالا من الذاكرين لله. لذلك ولا تكونوا كالذين نسوا الله، تركوا أمر الله وتركوا ذكر الله فأنساهم أنفسهم. الله. ويقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أي تركوا ذكر الله وأمرهم به فأنساهم أنفسهم، يعني فتركهم، فترك ذكرهم بالرحمة والتوفيق. ويقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني تركوا عهد الله ونبذوا كتابه وراء ظهورهم فأنساهم أنفسهم، يعني أنساهم حالهم حتى لم يعملوا لأنفسهم ولم يقدموا لها خيرا، أولئك هم الفاسقون، يعني الناقضين للعهد. ثم قال الله تعالى ثم ذكر مستقر الفريقين فقال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، يعني لا يستوي في الكرامة والهوان في الدنيا والآخرة، لأن أصحاب الجنة في الدنيا موفقون منعمون معصومون يعني محفوظون، وفي الآخرة لهم الثواب والكرامة، وأصحاب النار مخذولون في الدنيا معذبون في الآخرة. ويقال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة في الآخرة، لأن أصحاب الجنة يتقلبون في النعيم وأصحاب النار يتقلبون في النار والهوان. ثم قال أصحاب الجنة هم الفائزون، يعني المستعدون الناجون، يعني الناجون أو يعني السعداء الناجون، وأصحاب النار الهالكون. ثم وعظهم، لعلها كلمة المستعدون في يعني غير صواب، يعني الناجون الفائزون، يعني الناجون. ثم وعظهم ليعتبروا بالقرآن، يعني وعظ الله الناس المؤمنين وغيرهم، فقال عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، يعني القرآن الذي فيه وعد ووعيد، الذي فيه وعده ووعيده، لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يعني خاضعا متصدعا من خشية الله، يعني خاضعا متصدعا. ويقال ويرق من خوف عذاب الله،
فكيف لا يرق الإنسان ولا يخشع؟ ويقال هذا على وجه المثل، يعني لو كان الجبل، لو كان الجبل له تمييز لتصدع من الخشية، من خشية الله عز وجل. لو كان الجبل عنده تمييز كالذي عندك أيها الإنسان وأنزل عليه القرآن لتصدع وتشقق من خشية الله عز وجل. فما بال أحدنا يقرأ القرآن ويقرأ عليه القرآن وحاله بعد القراءة كحاله قبل القراءة، يسأل الله العافية. ثم قال: وتلك الأمثال نضربها للناس، نبينها للناس لعلهم يتفكرون، أي لكي يتعظوا في أمثال الله، يعني فيعتبرون ولا يعصون الله تعالى. ثم قال: هو الله الذي لا إله إلا هو، يعني لا خالق ولا رازق غيره، عالم الغيب والشهادة، يعني عالم السر والعلانية. ويقال الغيب ما غاب عن العباد، عالم الغيب والشهادة ما شاهدوه وعاينوه. ويقال عالم بما كان وبما يكون وبما هو كائن. ويقال عالم بأمر الآخرة وبأمر الدنيا. ثم قال: هو الرحمن الرحيم، يعني العاطف على جميع الخلق بالرزق، والرحيم بالمؤمنين، هو الرحمن الرحيم. فالرحمن، وهذا مر معنا أكثر في أكثر من موضع، الرحمن صفة عامة، صفة يتوجه الله بها لجميع الخلق المؤمنين والكافرين. أما الرحيم هي صفة يتوجه الله بها للمؤمنين فقط. ثم قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، يعني مالك كل شيء، وهو الملك الدائم الذي لا يزول ملكه أبدا. ثم قال: القدوس، يعني الطاهر عما وصفه الكفار، ولهذا سمي بيت المقدس، يعني المكان الذي يتطهر فيه من الذنوب. ثم قال: السلام، يعني يسلم عباده، يسلم عباده من ظلمه. ويقال سمى نفسه سلاما لسلامته مما يلحق الخلق من العيب والنقص والفناء. ثم قال: المؤمن، يعني يؤمن أولياءه من عذابه. ويقال المؤمن أي يصدق، يصدق في وعده ووعيده. ويقال المؤمن يعني قابل إيمان المؤمنين، يقبل إيمان المؤمنين. ثم قال المهيمن، يعني الشهيد على عباده بأعمالهم. ويقال المهيمن يعني المويمن، فقلبت الواو هاء وهو بمعنى الأمين. ثم قال العزيز، يعني الذي لا يعجزه شيء عما أراد. ويقال العزيز الذي لا يوجد مثله. ثم قال الجبار، يعني القاهر لخلقه على ما أراده، ويقال الغالب على خلقه ومعناهما واحد. ثم قال المتكبر، يعني المتعظم على كل شيء، ويقال المتكبر الذي تكبر تعالى عن ظلم عباده. ثم قال سبحان الله، يعني تنزيها لله تعالى عما يشركون، يعني عما وصفه الكفار من الشريك والولد. ويقال سبحان الله بمعنى التعجب، يعني عجبا عما وصفه الكفار من الشريك. قوله تعالى هو الله الخالق، يعني الخالق الخلق في أرحام النساء. ويقال خالق النطف في أصلاب الآباء، المصور للولد في أرحام الأمهات. ويقال الخالق يعني المقدر، البارئ الذي يجعل الروح في الجسد. ويقال البارئ يعني خالق الأشياء ابتداء. ثم قال له الأسماء الحسنى، يعني الصفات العلى. ويقال له الأسماء الحسنى وهي 99 اسماً
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 غير واحد من أحصاها دخل الجنة. ثم قال: يسبح له ما في السماوات والأرض، يعني يخضع له ما في السماوات والأرض، يعني جميع الأشياء كلها خاضعة لله سبحانه تحت سلطانه وتحت أمره، كقوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ثم قال: وهو العزيز، يعني العزيز في ملكه، الحكيم في أمره. فإن قال قائل: قد قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، فما الحكمة في أنه نهى عباده عن مدح أنفسهم ومدح نفسه؟ قيل له عن هذا السؤال جوابان: أحدهما أن العبد وإن كان فيه خصال الخير فهو ناقص، وإن كان ناقصا لا يجوز له أن يمدح نفسه، والله سبحانه وتعالى تام الملك والقدرة فيستوجب به المدح، فمدح نفسه ليعلم عباده فيمدحوه. وجواب آخر أن العبد وإن كان فيه خصال الخير فتلك الخصال أفضال من الله، يعني عطاء من الله، وليست منك أنت، ولكن الله هو الذي فضل عليك فأعطاك، ولم يكن ذلك بقدرة العبد، فلهذا لا يجوز له أن يمدح نفسه، والله سبحانه وتعالى إنما قدرته وملكه له ليس لغيره، ليس بكسب من أحد، فيستوجب فيه المدح. ومثال هذا أن الله تعالى نهى عباده أن يمنوا على أحد بالمعروف، وقد من الله تعالى على عباده للمعنى الذي ذكرناه في المدح. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. ثم قال سورة الممتحنة، نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.